صباح الورد والفل والياسمين حبايبي، اخباركم؟ وحشتوني جدا. معانا النهارده نبات جميل جدا، وهو نبات ورد الصباح او ورد الصباح اللي احنا دايما بنحب نصبح بيه على كل حبايبنا. صباح الخير. وفي بعض الدول بيطلقوا عليه اسم رجلة الزهور. نباتنا الجميل يصل ارتفاعه ل20 سنتي تقريبا، وهو من النباتات العصارية، يعتبر من مغطيات التربة. له زهور جميلة جدا وجذابة للفراشات، وألوانه صريحة وجميلة، ألوانه ساطعة، الأبيض، الأصفر، الفوشيا، الأحمر، الأورنج، كل الألوان الجميلة اللي بتدوروا عليها هتلاقوها في ورد الصباح. ممكن نحنا نزرعه في الأرض مباشرة أو يزرع في الأسس. لو هنزرعه في الأسس يبقى نختار له مكان مناسب يصل إليه أشعة الشمس من 6 ل 8 ساعات، لأنه إزهاره بيكون قوي جدا تحت أشعة الشمس. هو نبات صيفي يتحمل الحرارة جدا، وأيضا محب للماء، يعني نرويه بمعدل 3 مرات في الأسبوع في فصل الصيف. أزهاره عادة بتكون في فصل الصيف وفصل الخريف. يعني فصل الخريف بتبدأ بقى تقل شوية بشوية، لأن مع البرودة أو مع الصقيع بيقل الإزهار. يمكن استخدامه كمغطيات للتربة، بيدي شكل جميل جدا، وأيضا ممكن نزرعه في سلات معلقة، بيدي شكل في منتهى الجمال ومنتهى الرقي للمكان اللي بيوضع فيه. ممكن نزرعه من البذور وممكن نزرعه من الشتلات. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي زرعته. شرنوبي طبعا بيصبح عليكم، بيقول لكم يا صباح الفل، صباح الخير يا شرنوبي. التربة المناسبة لزراعته، انا بحب دايما ازرعه في تربة مختلطة، طمي ورمل وبتموس، زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. بنجيب التربة ونرويها، نبللها كويس جدا، ونبدأ نشيل جزء صغير. لو هنزرع بالبذور، زراعة البذور لازم يوصلها ضوء، لأن حتى بذورها محبة جدا للضوء. أنا كده بعمل تخصيب للتربة، قطعت حبة الألوفيرا، صبار الألوفيرا، بحب أعمل بيه تسميد، يعني هو جميل جدا وبيحافظ على التربة كمان ويحميها من الفطريات. بعد كده هتشوفوا البذور، البذور صغيرة جدا زي السكر تقريبا. اهي دي بذور ورد الصباح بنحصل عليها من الزهرة. الزهرة اول ما تجف بنجمع على طول البذور ونشيلها لفصل الربيع، عشان بتزرع في نهاية فصل الربيع بس كده، ونرش عليها طبقة بسيطة جدا من التربة، او تسيبوها كده عادي جدا، لان هي البذور محبة للضوء. طب لو هنزرعها من العقل او من الشتلات، بسيطة جدا. كل اللي بنعمله بنجيب عقل صالحة حتى بزهورها، مش بتحتاج نزيل منها الزهور، ونبدأ نضعها في التربة مباشرة. نباتنا الجميل سهل جدا في الإكسار وجميل جدا، بيعطي المكان جمال بزهوره الجميلة. وده ممكن عن طريق الشتلة برضو نشيلها ونزرعها مباشرة في القصيص. انا بحب جدا ازرعها في القصيص لاني بتحكم فيه في الري. حتى لو حطيناها في التربة مباشرة يبقى ناخد بالنا من الري شوية معاها، لان هي بتحتاج التربة تكون رطبة. من النباتات الجميلة جدا. طب لو هنحب نسمدها يبقى هنسمدها بالسماد الطبيعي من المطبخ. هو نبات سهل جدا وبسيط ومبيحتاجش اي اسمدة خالص، لكن لو حبينا نسمدها نخليه سماد طبيعي من المطبخ، زي مثلا مية رز، سماد البتنجان اللي احنا عملناه مع بعض، هسيبهولكم في صندوق الوصف، سماد المانجو، سماد قشور الموز وقشور البطاطس، ده كله هسيبهولكم في صندوق الوصف تستفيدوا بيه ان شاء الله. لكنه من النباتات الجميلة جدا الغير مجهدة في تربيتها، ما بتحتاجش لأي جهد. هو بس كل الحكاية ان احنا ننظم الري، هتدينا زهور كتيرة. نعرضها للشمس هتدينا ان شاء الله زهور كتيرة. موطنه هو امريكا الجنوبية، عشان كده هو نبات محب جدا للشمس.
طيب بيصيبوا بعض الآفات؟ اه للأسف بيصيبوا بعض الآفات زي حشرة المن، بتكون واضحة جدا وممكن ان احنا نقضي عليها بالمبيد فطري. نستخدم مبيد فطري قوي عملناه مع بعض في القناة، هسيبه لكم في صندوق الوصف، اللي هو مية التوم، منقوع التوم، او لو حابين تستخدموا اي مبيد فطري اخر مفيش اي مشكلة. نباتنا الجميل للأسف هو سام للحيوانات الأليفة وللخيول. ليه؟ لأنه بيحتوي على أكسلات الكالسيوم اللي بتذوب في الماء، للأسف هي بتضر الحيوانات الأليفة. ولكن زي ما اتفقنا قبل كده إن الحيوان الأليف سبحان الله عنده جهاز استشعار بيبعده عن النباتات الضارة. من الممكن إن ورد الصباح يتحمل بعض الجفاف، ولكن لو عايزينه إزهار مستمر يبقى لازم في الحالة دي ان احنا ننظم عملية الري، يعني 3 مرات في الاسبوع، واحنا بنروي نخلي بالنا ما نجيبش مية على الزهور لان المية بتطلف الزهور. لو كنتوا لسه معانا يبقى فضلا وليس امرا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وطبعا اللايك الجميل من ايدكم الجميلة. كان نفسي اجمع لكم في نفس الفيديو نبات قطر الندى، ولكن ما حبيتش اطول عليكم. ان شاء الله الفيديو الجاي على طول هنتكلم عن نبات قطر الندى، كل حاجة تخص النبات. نورتوني والله، وبسعد جدا من كل الاعضاء الجدد اللي بينضموا لقناتكم قناة جنتي. يا رب القناة توصل لتبقى اكبر قناة في عالم الزراعة، يبقى 1 مليون، 2 مليون، 4 مليون، 5 مليون مشترك، هكون في منتهى السعادة. وأسأل الله العظيم من فضله الكبير لنا ولكم وأن يجمعنا في جنة الخلد كما جمعنا معكم في قناة جنتي. صباحكم جميل.